بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن أردي كلنتي لمبي 10 عشوب إن شاء الله تعالى. إن وبدأني حديثك فصل غشانات درسي جيني أم 10 كيني صدحات عشكم نقنتنا من سنن النوم سنة ياشا هردد قف قمر كدوني نفسي حوحي على لك دون السمية تعرض وشان الله تنكي بشاف الله يكون الله تنكا دين عشق نسك قد الله من سنن النوم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حلقة بني عائشة رضي الله عنها وحيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحوها إذا آوى مركو الديار قروب إنو سيحضو إلى فراشي فراشي كيس مركو سيحضو مركو الديار قروب كل ليلة هبين كستا جمع وحيسو جين جري كفيه لبدي سكم عود انت باب عادي مع العشق كنت على كفك ثم انت اكد من النفث وحكو تفي فيهما لبدا كم عود لحدوده فقرأ فيهما وحكو لحقري قل هو الله أحد سورة الإخلاص بك أخري وقل أعوذ برب الفلق سورة الفلق وقل أعوذ برب الناس سورة الناس صدح سورة بك أخري جري ثم ينتاكد من يمسح حكم السحي بهما على بعض كمعود واستطاع وحاوذ من جسد جركيسا جركيسا وحاوذ من حكم السحي جري يبدأ حكم بلابي بهما على بعض كمعود على رأسه مدح سيكسو بلابي ووجهه يوجه جيسا وما أقبل وحا سوچي ذا من جسد جركيسا انت سوچي ذا ايو مركامرني أن يفعل ذلك أنت هو سمني 3 مرات صدح جار مسمين جر حديث كان عايشه حينوك الشيخ ساقاب كوني بيقو مركو السيحان ايوه وحياله سمين جري وحي تروح وعميد لبدي سكم عود انتو سوكي ايوه كده لبدا كفكو آخريا صدح صورات مركو صدح صورات كو آخريانا وحمرين جا جركيسا ما استطاع من جسدي وهو وضوء تركي سكم ذا أيوم مرني وهو وضوء الله يدي إذا نقف كو خصم ميسو لا يكلف الله نفسا لا وسعها كده منا هو كسر بلا يبدأ بهما وهو كسر بلا 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 قمع على رأسه مرحيسة ووجهه يوجهيسة يوما أقبل وحسوه كده من جسدي تركيسة يفعل ذلك أنت أيو السمينية 3 مرات صدح جر أخرجه البخاري ومسلم حديث كما حصوص عليه ما هو البخاري ومسلم معاني كلمات حديث كدين يقول آوى معاني دوم حي تهيئة يسود دياري للنوم هرد أي يسود دياري تهيئة وحسود دياري للنوم نفث النفث هذا نفخ لطيف نفخ وافوفد لطيف لير أعوذ نوالتك وانوينكليه واعتصم بالله إله أيان قفصنا ياو أن عسكنا يا مركا الفلق الصبح وي والفلق وحكك يعني سورة سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق الحديث كوكا حكش كان يا سنة يا شاقف كل قبعة ينو السمية مركو السيحان يو وحك له السنة قف مركو السيحان ينو الطهارة كسيحدو وحك له لقدوني يا وانا كنت اقف من السمعين ودن كميدك ده وصيح ده سيدي النبي صلى الله عليه وسلم السمعين جري ودن كر نبي جينا ينرعنه وحكاست انه كغطي ينه هده هردت هاي هده عندت هاي هي هده يقاب انه اللي بسرنا اي تاي لما نحل الدون يقف انه كسر ينه رشيس حياته ده رسولك صلى الله عليه وسلم انه هلك 10 كينو كتشوه ان شاء الله سونا اخريا والسلام.